أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مشيئة الله تعالى في هذه المحاضرة الرابعة نستكمل المحاضرة السابقة والتي تحدثنا فيها عن نظرية البواقي. في هذه المحاضرة نتابع الأمثلة، حيث تناولنا في المحاضرة السابقة مثال واحد فقط لا غير، بعد شرح النظرية وكيفية التعامل مع التمارين الخاصة بهذه النظرية. نتناول الآن مثال رقم 2، F of Z يساوي 4 ناقص 3 Z تقسيم Z تربيع ناقص Z. لو خدنا Z عامل مشترك من المقام، هيكون عندي المقام هنا عبارة عن Z في Z ناقص 1. فما هي القيم التي تجعل هذا المقام بيساوي صفر؟ طبعا القيمة الأولى Z بيساوي 0، والقيمة الثانية Z بيساوي 1. يبقى عندي هنا نقطتين شاذتين، أو قيم الشاذة اللي تجعل الدالة f of z تؤول إلى ما لا نهاية، هي القيم التي تجعل المقام يساوي صفر. يبقى القيمة الأولى لما ال a بيساوي 0 أو z بيساوي 0، مفيش أي مشكلة، إحنا دايما كنا نقول هنا z ناقص a، فهنا ممكن نقول z ناقص 0، يبقى ال a ب 0 أو القيمة z تساوي 0 باختصار. يبقى هنا القيمة الشاذة الأولى اللي تجعل المقام يساوي صفر A يساوي 0، وكان الأس بتاعها 1 يبقى M بواحد. القيمة التانية الـ A تساوي 1 والـ M بواحد اللي هو القوس التاني ده، Z ناقص A يبقى الـ A بواحد، أو بنقول Z تساوي 1، لأن لما Z تساوي 1 أصبح القوس يساوي صفر، يبقى الدالة تؤول إلى ما لا نهاية، الدالة دي كاملة تؤول إلى ما لا نهاية. يبقى في الحالة الثانية A تساوي 1 والM اللي هو الأس بتاعها هنا أيضا بواحد. المطلوب إيه؟ تكامل هذه الدالة على منحنى مغلق معين بحدده لنا. قبل عملية التكامل بنوجد الريزيديو، ودايما في السؤال كما سنرى في بعض الاختبارات نلاحظ إن السؤال يبدأ يقول لك أوجد الريزيديو، أوجد المتبقي لهذه الدالة. فهنا في مسألتنا R1 الريزيديو الأول لما Z تساوي A، بكتب دايما القانون لـ F of Z، يبقى الريزيديو للدالة F of Z عندما Z تساوي A تساوي، ده القانون، 1 على مضروب M ناقص 1، M اللي هي الأس خاص بالريزيديو الأول بالنقطة الأولى. النقطة الأولى Z تساوي 0 والأس هنا M بواحد. فالقانون هنا الريزيديو يساوي 1 على مضروب M ناقص 1 في الليمت لما Z تؤول إلى الـ A، القيمة اللي بتجعل المقام بـ 0 في تفاضل M، تفاضل من الضايد M ناقص 1 بالنسبة إلى Z أس M ناقص 1. يبقى تفاضل بالنسبة لـ Z عدد من مرات هذا العدد هو M ناقص 1، نفس المقدار أو العدد اللي موجود داخل المضروب. طيب التفاضل ده لإيه؟ لنفس الدالة F of Z كاملة مضروبة في العامل الصفري اللي هو Z ناقص A أس M، اللي هو القيمة اللي بتجعل المقام بيساوي صفر، القيمة الأولى اللي هي دي اللي هي زد دي، بنضرب في زد دي عشان نتخلص منها، ويتبقى لنا البسط مع القوس الثاني اللي موجود في المقام. يبقى دي زد ناقص ايه اس ام مقصود بيها العامل الصفري اللي هو بنساويه بالزيرو، وبيدينا قيمة الزد اللي بتجعل المقام بيساوي زيرو.
يبقى اذا في الحاله الاولى نمبر اي عند الاي بزيرو والام بواحد هنطبق هذا الكلام، يبقى ار واحد تساوي واحد على مضروب زيرو، لان يعني ام عندي بواحد يبقى واحد ناقص واحد يبقى بزيرو. في الليمت زد تقول الى زيرو، تقول الى ايه، والاي عندي بزيرو، الاي بزيرو او زد بزيرو، يبقى اذا زد تقول الى زيرو مضروب. طيب عمليه التفاضل هنا، هنا الام بواحد، واحد ناقص واحد يبقى بزيرو، يبقى دي زيرو بالنسبه الى زد زيرو، يعني مفيش تفاضل. طالما هنا الاس ده بزيرو يعني عدد مرات التفاضل زيرو، مفيش تفاضل يعني. يتبقى لنا الداله على طول، زد ناقص اي اس ام، زد ناقص زيرو يعني زد اس واحد اللي هو العامل ده. يبقى هنا عمليه الليمت وقع على زد في نفس الداله 4 ناقص 3 زد على زد في زد ناقص 1. الزد تختصر مع الزد، يتبقى لنا هذا المقدار ونعوض عن زد بزيرو، يبقى يكون الناتج 4 ناقص 0 على 0 ناقص 1 يعني ناقص 4. وهنا مضروب الزيرو بواحد في على واحد، واحد تقسيم واحد، يبقى الناتج هنا واحد، يبقى الناتج واحد. في 4 ناقص 0 على 0 ناقص 1 يبقى الناتج ناقص 4. ده الريزيديو الأول. الريزيديو الثاني R2 ريزيديو F of Z المتبقي للدالة F of Z لما Z تساوي واحد. الحالة الثانية، الحالة الثانية اللي هو القوس الثاني ده، هذا القوس بنسويه بالزيرو ومنه نطلع قيمة الزد، يبقى Z تساوي واحد. أقول عليها A تساوي واحد، لأن دايما نكتب هنا Z ناقص A، فهنا زد ناقص واحد يعني بيقول على الايه بواحد، عشان لما زد تقول الى ايه يعني زد تقول الى الواحد، سواء كتبتها ايه سواء واحد او زد سواء واحد. والام اللي هو الاس هنا ايضا بواحد. واضح هذا الكلام؟ يبقى اذا الريزيديو الثاني ليميت عباره عن ريزيديو اف اوف زد لما زد تساوي واحد، يبقى يساوي واحد على ام ناقص واحد مضروب بواحد على مضروب ام ناقص واحد في الليمت لما زد تقول الى واحد. زد تقول الى ايه يعني زد تقول الى واحد. وبعدين هنا العامل الصفري اللي هو نفس القوس زد ناقص واحد مضروب في الداله، هيختصر زد ناقص واحد مع زد ناقص واحد، ما احنا بنكتب الداله كامله، الداله هنا كامله مضروبه في العامل الصفري اللي هو زد ناقص واحد اللي احنا سويناه بالصفر ونطلع منه قيمة الزد بيساوي واحد، او بنقول ايه بيساوي واحد. والاس هنا ايضا واحد يعني الام بواحد. نختصر ده مع ده وبعدين نعوض بعد كده عن زد بواحد، هيكون الناتج هنا اربعة ناقص ثلاثة في واحد يعني بتلاتة على واحد، يبقى الناتج النهائي اربعة ناقص ثلاثة على واحد يبقى يساوي واحد. يبقى الريزيديو الاول سالب اربعة، الريزيديو التاني بواحد، يبقى التكامل هيساوي ايه؟ يبقى التكامل حول المنحنى المغلق closed curve C هو عبارة عن هذا الكيرف، عبارة عن ايه؟ دايرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها واحد، بنسميها دايرة الوحدة. يبقى هذه الدائرة كمحيطها منحنى مغلق اللي هو الكيرف C، يبقى التكامل داخل هذه الدائرة وعلى محيطها يساوي 2 باي اي في مجموع الريزيديو سمشن ار جي، وجي من 1 الى 2، يعني عندي كام ريزيديو؟ 2، ار 1 وار 2، هيبقى 2 باي اي مجموع الريزيديو سالب 4 وموجب 1، او الريزيديو الاول سالب 4 والريزيديو الثاني ب 1، يبقى مجموعهم سالب 3 في 2، يبقى الناتج سالب 6 باي اي. انتهينا من هذا المثال، ننتقل الى مثال اخر. وهذا المثال هنجد ان هناك ت
two points أيضا نقطتين شاذتين two poles أو two singularity. الدالة هنا بتقول إيه؟ هذا المثال بينص على إن f of z تساوي 2 z على z زائد 4 في z ناقص 1 بكل تربيع. z رقم 1 نمبر i z زائد 4 يساوي 0 يبقى z بيساوي سالب 4. وبالتالي بنقول إن الـ a تساوي سالب 4 لأن دايما هنكتب z ناقص a. z ناقص a هنا مكتوب z زائد 4 يبقى ناقص a ب 4 يبقى الـ a بسالب 4. يعني باختصار شديد إن بيساوي المقدار ده بزيرو ونطلع منها قيمة الـ z بيساوي سالب 4. يبقى في الحالة دي القيمة اللي هتجعل المقام بزيرو هي z بتساوي سالب 4. فندرس أو نوجد الزد والمتبقي لهذه الدالة لما زد تؤول إلى سالب 4 اللي هي بنسميها إيه. طيب الأس هنا بكام؟ بواحد، يبقى الـ A بسالب 4 والـ M بواحد. ونطبق القانون الريزيديو الأول R1 اللي هي الريزيديو للدالة F of Z كاملة لما Z تساوي A يعني تساوي سالب 4. نعوض بواحد على المضروب M ناقص 1 يعني 0 ليميت Z تؤول إلى سالب 4 اللي بنسميها إيه؟ تفاضل من الدرجة 0 يعني مفيش تفاضل لأن M ناقص 1 و M ب 1 ناقص 1 يبقى ب 0 مفيش تفاضل في نفس الدالة كاملة أهي مضروبة في العامل الصفري اللي هو Z زائد 4 اللي ساويناه ب 0. اختصر ده مع ده يبقى الناتج أهو مفيش عملية تفاضل ولكن في ليميت نهايات. نعوض عن الزد بسالب 4 هنا في البسط يبقى 2 في سالب 4 يبقى بسالب 8 يبقى ده المتبقى اهو عندي 2 زد على زد ناقص 1 بكل تربيع. ونعوض عن زد بسالب 4 يبقى الناتج سالب 8 على هنا سالب 4 بسالب 1 يبقى سالب 5 بكل تربيع يبقى ب 25. ده الزد الاول. نفس النظام في الحالة الثانية زد ناقص 1 يساوي 0 زد ناقص 1 تربيع تساوي 0 ومنها تبقى زد ناقص 1 تساوي 0 ومنها تبقى زد تساوي 1. طب الأس إم بكام هنا؟ الإم هنا ب 2 يبقى الإم هنا ب 2 ولذلك هيبقى في عملية تفاضل. يبقى الريزيديو الثاني الخاص بـ F of Z لما زد تساوي 1 يبقى 1 على مضروب M ناقص 1 عند الـ M ب 2 يبقى 2 ناقص 1 يدينا 1 يبقى 1 على مضروب 1 ليميت Z تؤول إلى 1. وبعدين هنا التفاضل من درجة كام؟ من الرتبة كام؟ تفاضل كام مرة؟ دي M ناقص 1 عند الـ M ب 2 يبقى 2 ناقص 1 يبقى 1 هنا يبقى تفاضل بالنسبة إلى Z مرة واحدة. وبعدين هنكتب نفس العامل الصفري اللي احنا سويناه بزيرو اللي هو زد ناقص 1 تربيع في قيمة الدالة كاملة. الدالة كاملة ما بقول لك دايما احنا نستبعد العامل الصفري اللي سويناه بصفر اللي بيخلي المقام بزيرو يخلي الدالة تروح في ما لا نهاية. نتخلص منه ده نضرب فيه عشان نتخلص منه ويتبقى لنا بقية الدالة البسط مع القوس الثاني اللي في المقام. واضح العملية؟ عملية بسيطة وسهلة جدا. طبعا اختصر ده مع ده يبقى الناتج عندي ادي هنا 1 تقسيم مضروب 1 هو 1 مفيش مشكلة ليميت زد تؤول إلى 1 وبعدين العدد اللي باقي هنا المقدار ده هو بقى هنعمل عملية ايه؟ تفاضل بالنسبة لزد لهذا القوس لهذا الكسر. طبعا ده اتشال مع ده اختصر يبقى اللي بقى عندي هنا 2 زد على زد زائد 4 وبره عمليه ايه؟ تفاضل. تفاضل بالنسبه لزد تفاضل خارج قسمه كلنا عارفينه كويس. نيجي على المقام لو زد ناقص 4 نعمله تربيع يبقى المقام يتحول الى مقام تربيع. ثم نبدا في عمليه التفاضل بنقول بالنسبة لهذا الكسر
الربع المقام اولا زد زائد 4 يبقى زد زائد 4 تربيع، وبعدين قانون تفاضل خارج قسمه، تفاضل خارج قسمه مربع المقام، وبعدين نكتب ايه في البسط بقى؟ هنبدا بكلمه المقام، المقام في تفاضل البسط، المقام اللي هو زد زائد 4 في تفاضل البسط ناقص البسط اللي هو 2 زد في تفاضل المقام بالنسبه لزد، بالنسبه لزد يبقى بواحد. يبقى اقول تاني، المقام اللي هو زد زائد 4 في تفاضل البسط، البسط كان عندي 2 زد تفاضله يبقى 2 فقط لا غير، ناقص البسط اللي هو 2 زد كاملا في تفاضل المقام الاصلي، المقام الاصلي زد زائد 4 تفاضلها يبقى بواحد بالنسبه لزد. نختصر هذا الكلام، يبقى نضرب الاثنين دي في هذا القوس، يبقى 2 زد زائد 8 ناقص 2 زد في 1 يعني 2 زد، 2 زد هتروح مع 2 زد يتبقى لي 8 على زد زائد 4 لكل تربيع. في النهايه ان شاء الله نبدا نجيب الليمت لما زد تقول الى زيرو، يبقى هنا المتبقي عندي اهو 8 على زد زائد 4 لكل تربيع. نبدا نطبق عمليه الليمت لما زد تقول الى 1، يعني عوض عن زد بواحد، يبقى البسط هنا 8 كما هو، والمقام هتبقى 1 زائد 4 يعني 5 كل تربيع يبقى 25. يبقى عندي هنا 2 ريزيديو، قيمة الأول كانت عبارة عن سالب 8 على 25، قيمة الثاني 8 على 25. يبقى إذا الانتجريشن التكامل حول المنحنى المغلق سي اللي هو عبارة عن دايرة نصف قطرها 4 مضلة زد يساوي 4، دايرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 4 لإف زد دي زد، يبقى يساوي 2 باي اي مضروبة في مجموع الريزيديو. الريزيديو عندي ريزيديو 1 وريزيديو 2، يبقى 2 باي اي في ار 1 زائد ار 2، وده طبعا واضح ان مجموعهم زيرو لان هنا الاولاني كان سالب 8 على 25 والتاني 8 على 25، يبقى مجموعهم زيرو، يبقى اذا الناتج يساوي زيرو. ننتقل الى مثال اخر، المثال ده هسيبه لكم واجب بسيط وسهل. اف اوف زد يساوي هذا المقدار البسط على زد تكعيب زائد زد تربيع في زد ناقص 1 لكل تربيع. طبعا واضح هنا القوس الاولاني ممكن اخد زد تربيع عامل مشترك يفضل لي زد زائد 1 في زد ناقص 1 لكل تربيع. عندي هنا كم قيمه شاذه، كم نقطه شاذه، كم بولز، كم سنجولاريتي، سنجولاريتي بوينت كام؟ 3. لما زد بزيرو ده ايه؟ النقطة الشاذة الأولى. النقطة الثانية زد بيساوي سالب 1، سالب 1 وموجب 1 ادينا هنا زيرو. القيمة الثالثة زد بيساوي 1، هنا من درجة 2 يعني في عملية تفاضل، هنا من درجة أس 1، هنا من درجة 2. مسألة بسيطة وسهلة تحلوها واجب، وانا كاتب الداتا بتاعتها البيانات بتاعتها. لما زد تربيع يساوي زيرو يبقى زد بزيرو، ام بكذا باتنين، يبقى هنا في ريزيديو الاولاني لما زد تساوي زيرو. الحالة التانية زد بيساوي سالب 1 والام بواحد، يبقى ريزيديو التاني. الحالة التالتة زد ناقص 1 لكل تربيع يساوي زيرو، منها زد يساوي 1 وام يساوي 2، ده ريزيديو التالت. نجيب قيم الثلاثة يبقى التكامل يساوي 2 باي اي في مجموع الريزيديو. ننتقل إلى بعض الأمثلة أو التمارين في اختبارات سابقة عشان نشوف صيغة السؤال وشكل السؤال يبقى إزاي وحل السؤال كما سنرى الآن. ادي سؤال في اختبار سابق،
السؤال نص السؤال كالآتي: Find the residue as the singular points. أوجد المتبقي عند النقاط الشاذة أو singularity point of the following function للدوال التالية: رقم واحد f زد يساوي زد تربيع على زد أس 4 ناقص 1، دي مسألة. رقم اتنين جي زد دالة تانية تساوي زد تكعيب زائد 1 على زد أس 4 ناقص 5 زد تكعيب. بعد ما يجيب الريزيدو هيطلب مني ايه؟ التكامل لهذه الدالة. حول منحنى مغلق يحتوي على هذه النقاط الشاذة، دايما بيعمل حسابه ان الكيرف او كلوزد كيرف المنحنى المغلق يحتوي على النقاط الشاذة او تقع عليه. يبقى النقاط الشاذة تقع داخل هذا المنحنى او تقع على نفس محيط الدايرة، تقع على نفس المنحنى او في داخل المنحنى. زين اف الويت، احسب تكامل اف اوف زد، سي عباره عن مودلس زد يساوي 2. طب على فرض ان كانت في نقطه شاذه خارج هذا الكيرف، يبقى دي ما نحسبهاش او ما تخشش معانا في الحسابات. لو عندي 3 ريزيديو، 3 نقاط شاذه مثلا، 2 في داخل المنحنى او تقع على نفس المنحنى، دول نحسبهم. لكن لو في نقطة خارج المنحنى لا تحسب. وعموما دايما بيعمل حسابه يدينا هنا الكيرف يحتوي على النقاط الشاذة، يبقى النقاط الشاذة تقع على المنحنى او في داخل هذا المنحنى، يا اما تقع على محيط الدايرة او داخل الدايرة، داخل مساحة الدايرة نفسها. اوجد تكامل اف اوف زد زد على الكيرف سي اللي هو مودلس زد يساوي 2. الحالة الثانية المطلوب الثاني أيضا، أوجد تكامل جي زد زد على الكيرف سي اللي هو مودلس زد يساوي 5. على أي حال بنشوف حل المثال أهو، أدي اف اوف زد يساوي زد تربيع على زد أس 4 ناقص 1، دي طبعا بنحللها. زد أس 4 ناقص 1 تتحلل زد تربيع ناقص 1 في زد تربيع زائد 1، زد تربيع ناقص 1 تتحلل زد ناقص 1 في زد زائد 1. طب وزد تربيع زائد 1، الزائد 1 تعملها ناقص اي تربيع، وبالتالي تبقى زد ناقص اي في زد زائد اي، 4 اقواس. يبقى 4 قيم شاذة. القيم الشاذة هي زد يساوي 1 او زد يساوي ناقص 1 او زد يساوي اي او زد يساوي ناقص اي، وبالتالي هيبقى في 4 ريزيديو. الريزيديو الاولاني ار 1، طبعا واضح هنا ان جميع الاقواس اللي عندي هنا اس 1، يعني من الدرجه 1 او الاس 1، وبالتالي هنا يبقى الام ب 1، وفي الحاله دي يبقى المضروب اللي عندي هنا في الريزيديو 1 على مضروب 0 اللي هو 1 ناقص 1، يعني 0 مضروب 0 ب 1، هيبقى ليميت على طول لما زدت اقول الى 1 في الحاله الاولى. يبقى زد ناقص 1 بالتفصيل الممل، محلوله تفصيلا كاملا، مفصله تفصيلا كاملا. زد ناقص 1 يساوي 0، زير اكزيست، الاي دي معناها زير اكزيست، يوجد بول 1 عند زد بيساوي 1 اوف اوردر من الرتبه ان بيساوي 1، سواء سميها ام او ان مش مشكله. زن ار 1 الريزيديو الاولاني هيبقى ليميت لما زد تقول الى 1، ونكتب العامل الصفري الاولاني اللي احنا سناه بالزيرو اللي هو زد ناقص 1 في الداله كامله. هيختصر زد ناقص 1 مع زد ناقص 1، مفيش عمليات تفاضل هنا برضه لان الان بواحد، دي بتعويض مباشر عن زد بواحد. يبقى البسط هيكون 1، المقام 1 زائد 1 يبقى ب2. وخلي بالك هنا دي زد ناقص اي في زد زائد اي، رجعها لاصلها تاني اللي هي زد تربيع ناقص اي تربيع، يعني زد تربيع زائد 1.
وزيد عندي بواحد، يبقى واحد زائد واحد يساوي اتنين، هنا اتنين وهنا اتنين، يبقى حاصل ضربهم اربعة، يبقى واحد على اربعة. بالمثل نفس الكلام، والحل عندك موجود كاملا اهو. الحالة التانية زد زائد واحد يساوي زيرو، زير اكزيست اللي هي الاي دي، زير اكزيست بول، يبقى فيه قطب هنا او نقطة شاذة، سنجولاريتي بوينت او سنجولار بوينت، نقطة شاذة عند زد يساوي ناقص واحد، اوف اوردر ان يساوي واحد، زن ار اتنين بيساوي نفس الكلام. نكتب هنا العامل الصفري اللي انا سويته بالزيرو هو زد زائد واحد، في الدالة كاملة نختصر زد زائد واحد مع زد زائد واحد، ونعوض عن زد بيساوي او تقول الى ناقص واحد. دي غلط، دي هنا دي غلط، المفروض دي زد تقول الى ناقص واحد، زد تقول الى ناقص واحد، عوض عن زد بناقص واحد هيدينا الناتج سالب واحد على اربعة. وهكذا في حالة زد ناقص اي يساوي زيرو، يبقى يوجد بول عند زد بيساوي اي اوف اوردر ان زن ار تلاتة، تطلع ناقص ناقص اي على اربعة. وهكذا في الحالة الرابعة، ار اربعة تطلع باي على اربعة. واضح ان مجموع الريزيد هنا كله يساوي زيرو، لان ربع ناقص ربع واي على اربعة ناقص اي على اربعة، يبقى المجموع بزيرو. يبقى اذا التكامل اف اوف زد زد يساوي اتنين على نفس الكيرف ده اهو، سي اللي هو مضلة زد يساوي خمسة، يبقى اتنين باي اي في مجموع الريزيديو اللي هو يساوي زيرو. نفس الكلام بالنسبة للدالة التانية، هناخد هنا زد أس تلاتة عامل مشترك، يفضل زد ناقص خمسة، يبقى عندي نقطتين شاذتين، النقطة الأولى عندما آد زد تكعيب يساوي زيرو، منها تبقى زد بزيرو، يبقى زير اكزيست بول، آد زد يساوي زيرو، أوف أوردر إن يساوي تلاتة. هنا تلاتة يبقى معنى كده في عمليات تفاضل أهو، يبقى ريزيديو ار بكتب القانون واحد على مضروب ان ناقص واحد، ليميت زد تقول الى الايه، الايه اللي هنا هي قيمة الزد، لما بسوي المقدار بزيرو اللي في المقام، اول مقدار ده اهو زد تكعيب يساوي زيرو، منها بزد بزيرو، يبقى قيمة الايه هنا اللي بتعدم المقام او تجعل المقام بزيرو، وبالحالة دي يبقى الدالة تقول إلى ما لا نهاية، يبقى دي نقطة خطأ، نقطة شاذة، بنسميها قطب أو نقطة شاذة. يبقى زد تساوي زيرو يعني زد تساوي إيه تساوي زيرو، يعني إيه تساوي زيرو؟ فلما أقول زد تساوي تقول إلى إيه يعني زد تقول إلى الزيرو ده، مش هقول زد تقول إلى زد، بنسمي القيمة دي إيه. على أي حال ادي القانون، ليميت زد تقول الى ايه، واحد على مضروب ان ناقص واحد، ليميت زد تقول الى ايه، التفاضل ان ناقص واحد من المرات بالنسبة الى زد، تفاضل بالنسبة لزد عدد مرات التفاضل ان ناقص واحد. وبعدين نفس الدالة او العامل الصفري اللي انا سويته بالزيرو، زد ناقص ايه اس ان في الدالة كاملة، تعال نشوف الناتج يبقى شكله ايه، يبقى واحد على مضروب اتنين لان ان بتلاتة، تلاتة ناقص واحد يبقى باتنين، ليميت زد تقول الى زيرو، وبعدين التفاضل بالنسبة لزد اتنين من المرات، نفس الرقم اللي موجود داخل المضروب هنا، شايف المضروب هنا ايه كام، هنا دي اتنين، اتنين، يبقى هنا تفاضل مرتين بالنسبة الى زد. ونبدا العامل الصفري اللي سويته بزيرو اللي هو زد تكعيب في الداله كامله، دي قيمه الداله كامله اهي، بكتبها بس بعد التحليل، قيمه الداله اهي بعد ما حللنا المقام خدنا عامل مشترك. اول حاله دي احنا كنا سوينا المقدار ده بزيرو عشان اوجد النقاط الشاذه اللي تجعل المقام بزيرو،
يبقى القيمة اهي العامل الصفر اهو اللي انا سويته بزيرو يعني زد تكعيب في نفس الدالة اهي، نختصر زد تكعيب مع زد تكعيب، يتبقى لي هذا المقدار زد تكعيب زائد واحد على زد ناقص خمسة، وهذه القيمة هنفاضلها مرتين، زد تكعيب تروح مع زد تكعيب، يتبقى لي زد تكعيب زائد واحد على زد ناقص خمسة. هذا المقدار هنعمل له عملية ايه؟ تفاضل مرتين. هكتب دي باي دي زد بره، والتفاضل الثاني هنطبقه او نؤثر به على هذه الدالة. لما اجي افاضل هذه الدالة على شكل كسر، معروف افاضل كسر ازاي؟ زد ناقص خمسة دي المقام، اعملها تربيع وابدا اقول المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام، هيطلع لي مقدار ارجع افاضله مرة تانية، وفي النهاية اعوض عن زد بزيرو، هيكون الناتج عندي ناقص واحد على 125. احسبها دي، احسبها بسيطة بتاعت الكلام ده بتاع اولى ثانوي. تفاضل خارج قسمة مرتين، اول مرة يدينا ناتج، بعد كده نفاضل كمان مرة يدينا ناتج اخر، ثم نعوض عن الزد بيساوي زيرو، وبعدين نضربه في واحد على مضروب اتنين يعني واحد على اتنين، هيكون الناتج ناقص واحد على 125. احسبها دي، والنتيجة اهي، النتيجة ان شاء الله مؤكدة. الزد التاني بنساوي القوس التاني بزيرو، القوس التاني اللي هو عبارة عن ايه؟ الموجود في المقام عندي اللي هو زد ناقص خمسة، نساوي زد ناقص خمسة بزيرو، ومنها زد يساوي خمسة. يبقى العامل الصفر هنا اللي هو زد ناقص خمسة، ويبقى النقطة الشاذة هي زد بيساوي خمسة أو ايه تساوي خمسة. يبقى في الحالة التانية والأس هنا واحد، يبقى واحد على مضروب زيرو يعني بواحد في التفاضل زيرو، تفاضل زيرو من مرات مفيش تفاضل، وادي العامل الصفر زد ناقص خمسة في الدالة كاملة، ادي الدالة اهي، هتروح زد ناقص خمسة مع زد ناقص خمسة، يتبقى لي زد تكعيب زائد واحد على زد تكعيب ومفيش تفاضل، وزد تقول إلى خمسة، زد تقول إلى خمسة، يبقى نعوض عن زد بخمسة، يبقى البسط تلاتة خمسة أس تلاتة زد تكعيب خمسة تكعيب 125 زائد واحد يبقى 126 على زد تكعيب يعني خمسة تكعيب ل 125. في الحالة دي يبقى الناتج عندي 126 على 125، أدي الزد التاني. يبقى إذا التكامل للدالة جي زد زد على الكيرف سي اللي هو عبارة عن مضلس خمسة، مضلس زد يساوي خمسة، دايرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها خمسة، يساوي 2 باي اي في مجموع الريزيديو. مجموع الريزيديو عبارة عن كام؟ هنا 126 على 25، وهنا سالب واحد على 125، المقام واحد 125. نجمع البسط 126 بالموجب، وواحد هنا بالسالب، يبقى الناتج 125 على 125 بفعل واحد. يبقى الناتج الريزيديو مجموع الريزيديو يطلع بواحد في 2 باي اي، يبقى ناتج التكامل 2 باي اي فقط لا غير. يبقى اذا الداله الاولى تكاملها طلع بزيرو، لان مجموع ريزيديو اربعه ريزيديو عندي طلعوا بزيرو، مجموع الاربعه بزيرو، اما هنا مجموع الاربعه طلع بواحد في 2 باي اي، يبقى الناتج 2 باي اي. تعال نشوف مثال اخر. نمبر بي، find the residue as a singular point عند النقاط الشاذة of the following function. نفس رأس السؤال، ادي f of z وادي التانية g z. f z عبارة عن z على z تربيع ناقص 9، دي تتحلل z ناقص 3 في z زائد 3، يبقى في عندي اتنين singularity، نقطتين شاذتين او two poles لما زد بيساوي 3 وزد بيساوي ناقص 3، ونحسب الريزيديو في كل حالة، ثم نوجد التكامل
انا بقول لي زين ايفلويت، احسب تكامل هذا الكلام. شوف هنا الدايره، هنا مديك دايره مركزها نقطه الاصل ونص قطرها 3، عشان القيمه زائد 3 وناقص 3 تقع عليها، قيمه 3 وناقص 3 تقع على محيط الدايره. هنا دايره نصف قطرها 3. المساله الثانيه جي زد 2 زد زائد 3 على زد تربيع ناقص 4 زد. خد زد عامل مشترك يفضل زد ناقص 4، يبقى ايضا في 2 بولز، 2 سنجولاريتي بوينتس، 2 بوينتس نقطتين شاذتين. النقطه الاولى هتبقى زد بزيرو والنقطه الثانيه زد ب4، وبعدين يجي التكامل على محيط الدايره زد مضلل زد يساوي 4. دايره مركزها نقطه الاصل ونصف قطرها 4. حاولوا تحلوا هذه الامثله ان شاء الله سهله وبسيطه، وفضل الله تعالى ان كان في العمر بقيه نستكمل محاضرات هذا المقرر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.